مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. طبعا يا جماعة احنا كلنا كنا مستائين جدا جدا بعد حفل افتتاح الالعاب الاولمبية بباريس. طبعا كانوا عاملين فقرة كاملة، خلي بالكم فقرة كاملة كانوا بيمثلوا العشاء الرباني، العشاء الاخير، سر الافخارستية تمت اهانته، وكانوا جايبين بقى الترويج للمثلية الجنسية وبطريقة بشعة ولا تليق، وكان إساءة بالغة للسيد المسيح وللمسيحية. طبعا الكل نزل بيانات غضب وبيانات إدانة لهذا الفعل المشين. وامبارح شفنا ان بيان الأزهر، وانا هقراه لكم النهاردة في الحلقة، وشفنا كمان الكنيسة الكاثوليكية بمصر نزلت بيان برضو قوي لإدانة هذا الحدث، وكمان في بيان اعتذار نزل من منظمي حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس. تعالوا نشوف بقى من داخل صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أخيرا نزلوا بيان باسم كنيستنا امبارح، يعني آخر ناس نزلنا البيان يا جماعة، آخر بيان بعد الأزهر كمان احنا نزلنا، يعني كان من باب أولى إن احنا نكون أول ناس يا جماعة. كنيستنا القبطية يعني مفروض تكون حاضرة في هذا المشهد، لكن الغريب والمريب إن كان في حالة غضب أيضا على السوشيال ميديا، ليه البابا توادرس اتكلم آخر واحد خالص حتى بعد بيان الأزهر؟ منظرنا كان وحش، منظرنا كان وحش. تعالوا نشوف البيان الأول اللي نزلته الكنيسة. كاتبين إيه بقى؟ تعرب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني عن استيائها واستنكارها البالغين بما تضمنته حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 من تجسيد مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، والذي أسس فيه سر الأفخارستية، أقدم وأقدس أسرار الكنيسة وممارستها على الإطلاق. المؤسف أن الطريقة التي قدم هذا المشهد تحمل إساءة بالغة لأحد المعتقدات الدينية الأساسية التي تقوم عليها المسيحية، ومن العجيب أن نرى هذا المشهد في افتتاح الأولمبياد في الوقت الذي تتعارض فيه مثل هذه الأفعال مع ميثاق الأولمبياد والقيم الأساسية المعلنة له التي تدعو إلى احترام المبادئ الأخلاقية العالمية الأساسية وقيمة تقديم القدوة الحسنة واحترام الجميع دون تمييز، وهو ما رأينا عكسه في حفل الافتتاح المذكور في سبيل دفع أجندات فكرية بعينها تخدم طيارات لا علاقة لها بالرياضة التي ينبغي أن تجمع لا أن تفرق. إن هذه الإساءة تستدعي اعتذارا واضحا وجادا من الهيئات المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لكل المسيحيين الذين استاءوا من هذا المشهد المؤسف الذي شاب ما كنا نظن أنه عرس رياضي عالمي من شأنه أن يدخل الفرح والبهجة على قلوب كل المشاركين والمشاهدين مع ضمانات كافية لعدم تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة. نصلي أن يحفظ الرب السلام في كل العالم ويحمي الإنسان والإنسانية من كل شر. طيب هم قالوا إن هم أساءوا المسيحية ككل، لا ده أساءوا كمان للمسيح، مش المسيحية بس، ده أساءوا كمان للمسيح كشخصه، لأن هم أهانوا السيد المسيح بوضع امرأة في وسط الترابيزة اللي حطينها دي، وكانوا بيعملوا عليها العرض، وكانوا حاطين امرأة في النص، مش ذكر، لا كانوا حاطين أنثى كمان. فيا جماعة في مشهد عبثي وفوضوي ومشهد شيطاني من الدرجة الأولى، احنا ده مشهد أفكار شيطانية. طيب تعالوا نشوف بقى تعليقات الناس الكتيرة جدا على هذا البيان. انتوا حاجة تكسف بصراحة، الأزهر استنكر اللي حصل قبلكم، خليك نايم يا بتاع الوحدة والمحبة، الكنيسة مختطفة، عار عليكم بيان الأزهر صدر قبلكم، وليه الهدوء القاتل ده؟ انتوا عايزين ايه تاني يحصل اكتر من كده لكي تصوروا يا جماعة؟ في حاجة يعني الناس كلها مستاءة، الأزهر طلع احسن منكم، يعيش الشيخ محمد الطيب، شيخ الأزهر انتقد قبل البطريرك، أخيرا أخدتوا الإذن بالكلام، شكرا كنيستنا، دمتي جوهرة وسط العالم، أخيرا صحيتم، أخيرا افتكرتم، حمد الله على السلامة. التعليقات دي موجودة بداخل المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ادخلوا الصفحة يا جماعة والتعليقات دي كلها موجودة، شوفوا التعليقات كلها غاضبة، التعليقات كلها غاضبة. لسه فاكرين
البيان بالعربي ليه لازم يتكتب بكل اللغات ويوصل لأعلى مستوى؟ طبعا أنا معاك في دي. أخيرا الكنيسة افتكرت، أحب أقول لكم شيخ الأزهر سبقكم، متأخرين قوي. هل تم ترجمة البيان وإرسال المسؤولين عن التنظيم أو حتى سفارة الدولة المنظمة؟ الأزهر طلع البيان قبل الكنيسة، متأخرة وبعد الأزهر أخيرا نزلنا بيان، الحمد لله اتأخرتوا كالعادة. يعني في حاجات يا جماعة ما ينفعش فيها التأخير، في حاجات يا جماعة ما ينفعش فيها التأخير. البيان يتوجه للجنة المنظمة واللجنة الأولمبية وليس للشعب. ففي ناس برضو بتقول البيان يعني ما كانش قوي، تقضية واجب، البيان واضح يعبر عنا جميعا. الأزهر طلع بيان قبلكم أصلا، بجد بتضحكوني. انتوا لسه واخدين بالكم صح النوم، مش فاضيين كتر خيرهم. انتوا لسه فاكرين هذا بيان ليس شديد اللهجة ولكنه يفي الغرض. يعني فيما معناه كويس انكم حتى طلعتوا بيان، اخيرا شفنا لكم لقطة عالم سلبية. لسه فاكرين الناس كلها. بصوا التعليقات، ليه الاستعجال بس؟ انتوا لسه صحيين، للأسف الشديد تأخر البيان جدا جدا. طب يا ريت تفهمونا كشعب ليه البيان اتأخر. يعني انتوا لسه فاكرين الناس، بصوا صح النوم. كل الناس، تعليقات الناس غاضبة من ان احنا طلعنا في اخر ناس خالص ادنى الحدث بعد بيان الازهر. يا جماعة يعني الازهر مشكورا طلع بيان، بس يعني احنا الشخص المعني، احنا القضية دي يعني دي اهانة للمسيحية كلها اولا، واهانة للمسيح شخص المسيح، واهانة سر الافخارستية. ثلاث حاجات، اهانة المسيحية واهان سر الافخارستية واهان المسيح كمان. فتلات حاجات يا جماعة، هم مركزوش الا على حاجة واحدة بس، اللي هم يجب على اللجنة انها تعتذر. طب ما هي اعتذرت اوريدي، وانتوا اصلا نايمين، انتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل. اوريدي اللجنة اعتذرت بعد الغضب الشعبي الكبير وبعد الانتفاضة اللي حصلت على مستوى العالم. ده اسقفة كاتوليك فرنسا بنفسهم نزلوا بيان، وانا قرأته في الحلقة اللي فاتت. تعالوا نشوف بقى مين تاني اللي نزل من داخل صفحة المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر. هم نزلوا وبعدين الأزهر نزلوا وبعدين إحنا آخر حاجة خالص. كاتبين هنا بيان مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك بمصر عن حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس 2024. يستنكر مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك بمصر ما صدر أثناء افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بفرنسا. في مراسم الافتتاح سخرية فجة من المسيح، وتستبدل لوحة العشاء الأخير بلوحة تدج بالشهوانية واحتقار الأخلاق الإنسانية عامة والمسيحية خاصة. مراسم كراسة القبح أفرطت في أعلاء اللذة والشهوة. تجاوزت لجنة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بشكل جرح مشاعر المسيحيين، زاغت عن هدف الرياضة التي تسعى في مثل هذه المناسبات إلى بناء جسور التجارب بين الشعوب والثقافات المختلفة وتعميق مفاهيم القيم الإنسانية المشتركة والحفاظ على كرامة الإنسان. وإننا نؤكد رفضنا لاستخدام مثل هذه المناسبات الدولية للإساءة بأي شكل من الأشكال للقيم والمبادئ الدينية المسيحية، كما أننا ننشد الحكومة الفرنسية ورئاسة دورة الألعاب الأولمبية بمراجعة موقفها، كما أننا نشدد على وجوب احترام الرموز والمعتقدات الدينية. إننا نرفع صلاتنا إلى الله لكي يبطل كل مخططات الشرير. من صفحة بقى الإعلامية ماري ملاك صادق كانت منزلة بوست، كانت كاتبة معلش بس في السؤال، هو ليه بيان الكنيسة ينتشر بعد بيان الأزهر؟ هو ليه تأخر كده أساسا؟ هو بيان بالأمر أم بالتحديد والتوقيت الذي يتم إملاؤه؟ وما قمته بعدما أدرك العالم المأساة بالفعل وتفاعل معها ورفضها وشكبها كثيرون ممن حتى لا دين لهم، واعتذر البعض وحذفوا المشاهد، فظهرنا نطالب باعتذار تم تقديمه بالفعل. ما أنا بقول لكم هم أصلا اعتذروا، وإحنا بنقول البيان وإحنا مش عارفين أصلا إحنا بنقول إيه. يا جماعة ده إحنا آخر ناس اتكلمنا، وكمان هم إحنا طالبنا اللجنة بالاعتذار، هم أوريدي اعتذروا. ما انتوا مش عارفين انتوا كتبتوا اصلا. خسارة حقيقي عموما، من اساءوا لم يسيئوا للمسيحية، فما هو الهي هو فوق المقاييس البشرية. المسيحية لا تتأثر بها لكن فقط تؤثر فيها. هم فقط اساءوا لانفسهم واظهروا قبحهم ومقدار انحدارهم. ربنا موجود. وكتبت حاجة مهمة جدا ملحوظة، برجاء تصحيح التاريخ القبطي 21 مش 12. فعلا هم كاتبين تحت 12 أبيب، لا هي 21 أبيب. تمام، يعني ممكن تكون غلطة مطبعية مش مقصودة يعني، بس ماشي تمام.
الناس برضو يعني منظرنا يعني الأزهر عمل إحراج للكنيسة بشكل غير مباشر، يعني إحنا المفروض ننتفض أول ناس. فالأزهر لما شاف إن إحنا ساكتين لحد يعني وقت متأخر، لا هما طلعوا بقى قالوا لا إحنا مش هنقدر نسكت أكتر من كده، فراحوا طلعوا يعني سبب لنا إحراج، لأن إحنا المفروض نطلع أول ناس يا جماعة. فموضوع إن البابا يطلع آخر واحد دي حاجة ملفتة، لأن ده مش أول مرة يحصل، ده كتير إن إحنا آخر ناس بنتكلم في مواقف كتيرة. المفروض إحنا أول كنيسة تنتفض ضد التعاليم الغريبة وضد البدع والهرطقات وضد من يسيء للمسيحية وضد أي حاجة بتسيء للأديان، إحنا بنكون آخر ناس يا جماعة نتكلم. يا جماعة هو في إيه؟ لا مش هينفع. صفحة بقى الأزهر الشريف عشان برضه أوثق لكم الخبر أهو. الأزهر الشريف يدين مشاهد الإساءة للمسيح عليه السلام في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. الأزهر الإساءة إلى السيد المسيح أو إلى أي نبي من إخوانه تطرف وهمجية طائشة. الأزهر يحذر من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للدين وللترويج للشذوذ والتحول الجنسي. يدين الأزهر الشريف هذه المشاهد التي تصدرت افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس وأثارت غضبا عالميا واسعا، وهي تصور السيد المسيح عليه السلام في صورة مسيئة لشخصه الكريم ولمقام النبوة الرفيع وبأسلوب همجي طائش لا يحترم مشاعر المؤمنين بالأديان وبالأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة. ويحذر الأزهر العالم من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للدين ولترويج الأمراض المجتمعية الهدامة والمخزية كالشذوذ والتحول الجنسي، وينادي بضرورة الاتحاد للتصدي في وجهه هذا التيار المنحرف المتدني الذي يستهدف إقصاء الدين وتأليه الشهوات الجنسية الهابطة التي تنشر الأمراض الصحية والأخلاقية وتفرض نمط حياة حيوانية تنافي الفطرة الإنسانية السليمة وتستميت في تطبيعه وفرضه على المجتمعات بكل السبل والوسائل الممكنة والغير الممكنة. طبعا بنشكر الأزهر على البيان ده. طيب أنا كده خلصت حلقة النهاردة، واكتبوا لي في التعليقات إيه رأيكم في الموضوع ده. وأنا بتساءل أين أسقف باريس وشمال فرنسا؟ نيافت الأنبا مارك مطلعش ليه بيان باسم أبروشيته في فرنسا؟ نيافت الأنبا مارك لو سمحت طلع بيان إدانة، يعني ده عيبة في حقكم يا جماعة، ده انتوا قاعدين هناك في الأبروشية، يعني المفروض يعني ده الإساءة كانت بالغة جدا. المفروض كان أول واحد طلع بيان، أول واحد كان يطلع بيان المفروض إن نيافت الأنبا مارك المفروض. فيا جماعة طبعا أسقفة أمريكا الشمالية طلعوا بيان أمس، وبيان يعني الكنيسة بقى القبطية برئاسة البابا توادروس الثاني آخر واحد خالص طلع بيان، فكر أنه طلع بيان. هل بيحصل بروتوكولات معينة؟ البروتوكولات دي طبعا يا جماعة بتاعت أمم متحدة، بتاعت هنا، بتاعت هنا منظمات دولية فيها مثلا ما تجيش ناحية كذا ما تجيش ناحية كذا، فيها مقاومات وفي سياسات معينة ما تتكلمش في الحاجة الفلانية، بس دي إساءة بالغة للمسيح نفسه، إساءة بالغة، إساءة بالغة لسر الأفخارستية يا جماعة. يعني انت جاي تلعب في سر مقدس، طالع تهين سر مقدس. فالموضوع كان كبير وخطير وكارثي، ولا كان يمكن السكوت عليه والتأخر بهذا الشكل المهين ده. اهان يعني احنا شكلنا وحش، شكلنا وحش، الناس بتقول انتوا اخيرا صحته، يعني حتى المسلمين كمان مستغربين، يعني بيقولوا حتى الازهر طلع قبل مننا. يا جماعة يا جماعة لو سمحتم، يعني مش عارفة اقول ايه، مين اللي بيدير العملية الاعلامية بتاعت الكنيسة القبطية الارثوذكسية؟ فاللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش، فاللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش. المفروض احنا اول ناس ننتفض ونتكلم وندين لهذا الحدث. كده انا خلصت حلقة النهاردة، تحياتي واشوفكم في حاجة جديدة. كان معكم نيفين جيركس.